أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال الذي بعثه ربنا جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا
وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عذرا رسول الله، عذرا سيدي، عذرا رسول الله، هذا عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. ونظرا لطول الموضوع بما فيه من آلام وآمال، فسوف أركز الحديث فيه في المحاور التالية: أولا، حرب آثمة دائمة. ثانيا، لا تنال أبدا من قدر رسول الله. وأخيرا، ما واجبنا نحن؟ فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب، فإن الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حرب قديمة وحرب دائمة، لأن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض. والإسلام منذ أن بزغ فجره واستفاض نوره ولا زال مستهدفا من قبل أعدائه، أعداء الطهر والخير والفضيلة. لكن الذي يدمي القلب ويؤلم النفس أن تعلن هذه الحرب القذرة الآثمة على رمز الطهر باسم حرية التعبير وحرية الفن والإبداع. فيلم مرذول وجبان يسيء لأطهر إنسان في زمن الباطل والبهتان. صور ما شئت ولا تخجل، فالكفر مباح يا فنان. فيلم مرذول مخذول وجبان يسيء لأطهر إنسان في زمن الباطل والبهتان. صور ما شئت ولا تخجل، فالكفر مباح يا فنان. فزمان الفتنة نعرفه، زمن المعصية بلا نكران. إن ضل القلب فلا تعجب أن يسكن فيه الشيطان. لن يشرق ضوء من قلب لا يعرف طعم الإيمان. لن يشرق ضوء من قلب لا يعرف طعم الإيمان. صور ما شئت ولا تخجل، فالكفر مباح يا فنان. صور ما شئت ولا تخجل، فالكل مهان. لا تخش خيول أبي بكر، لا تخش خيول أبي بكر، أجهضها جبن الفرسان. وبلال الصامت فوق المسجد أسكته سيف السجان. أتراه يؤذن بين الناس بلا استئذان؟ أتراه يؤذن بين الناس بلا استئذان؟ أتراه يرتل بسم الله ولا يخشى بطش الكهان؟ صور ما شئت ولا تخجل، فالكل مهان. أسألك بربك يا فنان، هل تجرؤ أن تكسر يوما أحد الصلبان؟ أن تسخر يوما من عيسى أو تقذف مريم بالبهتان؟ ولن نقبل هذا يا فنان، فعيسى ومحمد أخوان، وفاطمة ومريم أختان. أسألك بربك يا فنان، هل تجرؤ أن تكسر يوما أحد الصلبان؟ أن تسخر يوما من عيسى أو تقذف مريم بالبهتان؟ ولن نقبل هذا يا فنان، فعيسى ومحمد أخوان، وفاطمة ومريم أختان.
خبرني يوما يا فنان حين تفيق من الهذيان، هل هذا حق الإنسان؟ هل هذا حق الفنان أن تشعل نارك في الإسلام، أن تغرس سمك في القرآن، أن تهزأ بحبيب الرحمن؟ هل هذا حق الفنان أن تشعل نارك في الإسلام، أن تغرس سمك في القرآن، أن تهزأ بحبيب الرحمن؟ هل هذا حق الإنسان؟ هل هذا حق الفنان؟ دع رمز الطهر يا زنديق، دع المصطفى يا زنديق، دع رمز الطهر يا زنديق، وقم واسكر بين الأوثان، سيجيئك صوت أبي بكر ويصيح بخالد، قم واقطع رأس الشيطان، فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن، فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن، وسيعلو دين الله، وسيعلو دين الله، وسيعلو دين الله في كل زمان ومكان. حبيبي حبيبي حبيبي، أنا المجروح لا أنت، أنا المشتوم لا أنت، أنا المتطاول عليه لا أنت، والله لو اجتمع الأقزام للنيل منك ما نالوا ذلك يا إمام، والله لو اجتمع السفهاء ما نالوا منك يا إمام الأنبياء. حبيبي أنا ما وقفت اليوم لأدافع عنك، فمن أكون أنا؟ ما وقفت اليوم لأدافع عنك حبيبي، فمن أكون أنا؟ ما وقفت اليوم إلا لأشرف نفسي وأشرف المسلمين معي بالحديث عنك وبذكرك، فذكرك شرف ومدحك شرف والحديث عنك شرف. هذا الحبيب، هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي، هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي، هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي، وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل خلق الله كلهم، هذا هو المصطفى أزكى الورى نسبا، سبحان من خصه بالفضل والكرم، هذا الذي لا يصح الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلم، محمد محمد. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، أو من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. حبيبي عذرا عذرا رسول الله، عذرا سيدي، فلطالما أعلن الأقزام وتطاول السفهاء عليك، لكنك سماء
لا تطاولها سماء، وأين نور السها من شمس الضحى، وأين نور السها من شمس الضحى، أين الثرى من الثريا، وأين السماء من كل أيد شلاء. أنت سماء من أول لحظة ارتقى فيها إمام الأنبياء على جبل الصفا بعد قول الله جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وبعد قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام الحبيب وصعد على جبل الصفا كما في الصحيحين، وأخذ ينادي على بطون قريش: يا بني فهر، يا بني عدي، ينادي على بطون قريش وقبائل قريش، فاجتمعوا إليه وخرجوا إليه جميعا. فالصادق الأمين ينادي، إذن فالأمر جلل. فلقد خلع البرلمان الشركي بالإجماع على نبينا قبل النبوة لقب الصادق الأمين. إذن الأمر جلل، اجتمعت قريش وعلى رأسها أبو لهب، فقال الحبيب ليقيم عليهم الحجة والبرهان: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ومن هذه اللحظة أعلنت الحرب على الصادق الأمين. فقال له عمه أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ اسمع، انتبه. فدافع الله عن نبيه، فنزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أرجو أن أنبه أحبابي وأخواتي الفضليات أنه ما من نبي إلا واعتدى عليه قومه وسبه قومه، فتولى هذا النبي الدفاع والزود عن نفسه إلا المصطفى، فإن الذي تولى الدفاع عن حبيبنا هو ربنا. لم يدافع نبينا عن نفسه أبدا. تبا لك سائر اليوم يا محمد، يقولها أبو لهب، فيدافع الله عن نبيه: تبت يدا أبي لهب وتب. نوح قال له قومه: إنا لنراك في ضلال مبين، فدافع عن نفسه وقال: يا قوم ليس بي ضلالة. هود سبه قومه وقالوا: إنا لنراك في سفاهة، فدافع عن نفسه وقال: يا قوم ليس بي سفاهة. موسى قال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا، فدافع موسى عن نفسه قائلا: إني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي خاسرا هالكا. قريش اتهموا نبينا بالجنون وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فرد ربنا جل وعلا قائلا: وما صاحبكم بمجنون. اتهموه بالشعر والكهانة والسحر، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون: هذا سحر كذاب. فدافع الله عن نبيه بقوله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قالوا: شاعر، فقال ربنا: وما هو بقول شاعر. قالوا: كاهن، فقال ربنا: ولا بقول كاهن. فالذي يدافع عن نبينا هو ربنا، لكنه جل وعلا كما سأبين في المحور الأخير أمرنا أن ننصر نبينا.
فقال جل جلاله: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. الشاهد من هذه اللحظة أعلنت الحرب على نبينا. اسمع: أرغت مكة وأزبدت، وأبرقت مكة وأرعدت، ودقت مكة طبول الحرب وتوعدت، وصبت من هذه اللحظة جام غضبها على ابنها البار الصادق الأمين، وازداد الأمر سوءا حتى تطاولت امرأة داست على أنوثتها ونافست صناديد الشرك شراسة ووحشية ووقاحة، فحملت الحجارة في يدها وخرجت بكل جرأة تبحث عن رسول الله. ذهبت إلى الكعبة وحبيبنا يجلس إلى جوار أبي بكر، وهي تقول لأبي بكر: أين صاحبك يا أبا بكر؟ وهو يجلس إلى جواره: أين صاحبك يا أبا بكر؟ فلقد بلغني أنه يهجوني: إنها أم جميل، إنها امرأة أبي لهب، إنها حمالة الحطب. لقد بلغني أن صاحبك يهجوني، والله لو رأيته لضربت وجهه وفاة بهذا الفهر، أي بهذه الحجارة. ثم أنشأت تقول: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. وانصرفت، فقال الصديق لسيدنا رسول الله: هل رأتك يا رسول الله؟ قال: لا، أخذ الله بصرها عني. والحديث رواه البيهقي بسند حسن بشواهده. امرأة تؤذي رسول الله، فما ظنك بما سيفعله الرجال؟ ففي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما أبو جهل وأصحاب له جلوس عند الكعبة إذ قال: أيكم ليلقيه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط فقال: أنا. فقام بهذه القذارة والنجاسة ونظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع النجاسة على ظهره بين كتفيه، وهو ساجد بين يدي ربه جل جلاله، وظل النبي ساجدا. يقول ابن مسعود: وأنا أنظر ولا أغني عنه شيئا. فجعل بعضهم يحيل على بعض، أي يضحكون ويتمايلون على بعضهم البعض استهزاء بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهو ساجد لا يستطيع أن يرفع رأسه من هذه النجاسة على ظهره ورأسه. حتى جاءت ابنته الزهراء فاطمة البتول بضعة سيدنا رسول الله، وأزالت النجاسة من على ظهر أبيها، فرفع النبي رأسه وهو يقول: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. بل لقد تقدم إليه عقبة بن أبي معيط وخنقه حتى كادت أنفاسه يوما أن تخرج، وجاء الصديق رضي الله عنه فدفع عقبة وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ بل لقد تطاول أبو جهل وفكر في أكثر من ذلك، فقال كما في صحيح مسلم: أيعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني يسجد بين أظهرنا بلا خوف ولا وجل؟ قالوا: نعم. قال: واللات والعزى لئن جاء لأطأن عنقه ولأعفرن وجهه، أي في التراب. ودخل الحبيب صلى الله عليه وسلم ليصلي لربه، وتقدم أبو جهل زاعما أنه سيطأ بقدمه على رقبة سيدنا رسول الله، وسجد الحبيب. وانتقدم أبو جهل وفاجأ سادة قريش الذين راحوا يراقبونه باهتمام شديد، ففاجأ القوم وهو ينقص على عقبيه أن يرجع القهقرة،
ويدفع بيديه هكذا هكذا، فقالوا ماذا وراءك يا أبا الحكم؟ فقال إن بيني وبين محمد لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فلما خرج النبي من صلاته بكل سكينة قال والذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. لا أريد أن أطيل. في مكة تعرض لأشد الأذى، بل ترك مكة وذهب الطائف فطردوه وشتموه ورموه بالحجارة ونزف الدم الشريف من جسده الطاهر، وأرسل الله إليه ملك الجبال لينتقم له، لكنه نهر الرحمة وينبوع الحنان، صاحب القلب الكبير الذي ما حمل في قلبه انتقاما قط، وإنما خرج يحمل ربيعا يتنفس يرجو الله أن يخرج من أصلاب هؤلاء من يوحد الله جل جلاله. ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت يا رسول الله هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا جبريل عليه السلام يقول يا رسول الله إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليه، وإنه قد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال فناداني ملك الجبال فسلم علي وقال يا رسول الله لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. والأخشبان جبلان عظيمان يقال للأول أبو قبيس ويقال للثاني الأحمر. والله لو كان النبي ممن ينتقم لنفسه لأمر ملك الجبال، فلحطم ملك الجبال الطائف بأهلها ولسالت دماء، بل بحور من الدماء لا أقول ليراها أهل الطائف بالطائف، بل ليراها أهل مكة بمكة. ولكنه قال لا، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل وعلا، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ثم انتقل بعد ذلك إلى المدينة بعدما حاولوا قتله يوم الهجرة لينال حربا قذرة أخرى من المنافقين واليهود. فالمنافقون قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهم الذين قالوا سم كلبك يأكلك، وهم الذين قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. أما اليهود فحدث ولا حرج، حرب آثمة قذرة طويلة، شككوا في دينه وشككوا في نبوته، وهم يعلمون علم اليقين قول رب العالمين فإنهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. الشاهد أن الحرب طويلة ما انتهت ولن تنتهي، وهذا الفيلم القذر ليس آخر صور الحرب، وقد قلت ذلك في هذه الصور الخبيثة التي صورت في الدنمارك، وقلت ذلك أيضا مع هذه الحملة القذرة التي أعلنها هذا القس المتعصب المتفلت المخذول تيري جونز حينما هدد بحرق القرآن ونادى إلى ذلك وحذرنا من ذلك، وقلنا الاعتداء على المقدسات لا يندرج تحت حرية التعبير، والاستهزاء برموزنا وإسلامنا وقرآننا ورمز الطهر سيدنا ونبينا محمد لا يندرج تحت حرية التعبير، بل يجب أن تحفظوا لنا مقدساتنا
وأن تحترموا عقيدتنا وقرآننا، فنحن لا يجوز لواحد منا أن ينال من رمز من رموز دين الله جل وعلا. بل إيماننا بعيسى كإيماننا بمحمد، وإيماننا بموسى كإيماننا بمحمد. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، أي في أصل الإيمان لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الحرب ستستمر. لماذا؟ لأن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، ولن ينتهي إلا بقيام الساعة. هذه سنة ثابتة لا تتغير، وكذلك من السنن التي لا تتبدل أنه مهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب، ومهما انزوى الحق وضعف كأنه مغلوب فإنه ظاهر، ومهما ظهر الباطل فإنه زاهق. قال جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. لكن هذه الحرب التي كانت والتي نراها الآن والتي سنراها بعد ذلك إلى قيام الساعة لن تنال أبدا من قدر سيدنا رسول الله، فالذي أعلى قدره هو الله، والذي رفع ذكره هو الله، والذي عظم شأنه هو الله. أنا أسألكم جميعا، هل يستطيع أهل الباطل على ظهر الأرض ولو اجتمعوا أن يسقطوا ذكر من رفع الله ذكره أبدا؟ هل يضر السماء أن تمتد إليها يد شلاء؟ هل تستطيع جميع الأفواه أن تطفئ نور الشمس ولو اجتمعت تلك الأفواه الحاقدة؟ لقد خلق الله الخلق، واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، واصطفى من أولي العزم الخليلين إبراهيم ومحمد، ثم اصطفى محمدا ففضله على كل خلقه فرفع له ذكره وأعلى له قدره وأعز شأنه، بل وزكاه في كل شيء، زكاه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، زكاه في صدقه فقال وما ينطق عن الهوى، زكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، زكاه في ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، زكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، زكاه في طهره فقال جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، زكاه في خلقه فقال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، ونادى على كل الأنبياء بأسمائهم مجردة إلا المصطفى، فلن تجد في القرآن الكريم كله نداء على النبي باسمه المجرد بعد ياء النداء أبدا. قال الله تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إنا نبشرك بغلام. أما نبينا فلم ينادي عليه بقوله يا محمد أبدا، وإنما يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ونادى عليه بصفته: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر، وما ذكر اسمه مجردا إلا مقترنا بصفة النبوة والرسالة: محمد رسول الله.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هذا قدر نبينا. فأنا أقسم بالله لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي، خصه بالشفاعة العظمى، أعطاه الكوثر، نهر في الجنة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاقا وطعما من العسل، عدد آنيته كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة بيد المصطفى لا يظمأ بعدها أبدا حتى يسعد بالنظر إلى وجه الله في الجنة. ولم يقسم الله لأحد قط بالقرآن إلا لنبينا محمد. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وقدم الله العفو عنه قبل أن يذكر فعله، عفى الله عنك لما أذنت لهم. بل ولم يقسم الله بحياة أحد من الخلق إلا بعمر المصطفى، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال ابن عباس: والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد، وما أقسم الله بحياة أحد غيره. قدر النبي عند الله عظيم، ولن تزيده هذه الحروب إلا عزا ورفعة ومكانة. ولا أريد أن أطيل، فهذا الموضوع جليل، لكنني أريد أن أطرح هذا السؤال: ولكن ما واجبنا نحن؟ ما واجبنا نحو نبينا؟ غضبنا لنبينا غضب مشروع، ليس من حق أحد على وجه الأرض أن يتهم المسلمين الغاضبين لجناب رسولهم الأكرم وإمامهم الأعظم، أن يتهمهم بالوحشية والتخلف والتأخر. لكنني في الوقت ذاته أعلنها لله: يجب أن يكون غضبنا لنبينا مشروعا. إن كان غضبنا للنبي صلى الله عليه وسلم مشروعا، فيجب أن يكون غضبنا أيضا منضبطا بالضوابط الشرعية. لا يجوز أبدا أن نخرج لنعلن عن غضبتنا لنبينا بما يخالف أخلاق من خرجنا لنعلن غضبنا له، أبدا، بل بمنهجه بأخلاقه، بلا إحراق، بلا تخريب، بلا تدمير، بلا قتل للسفراء. فقتل السفراء حرام في شرعه، حتى في وقت المعارك والحروب لا يجوز أن يقتل السفير أبدا، حتى في وقت المعركة. فالسفراء لهم حرمة، وأهل العهد والمستأمنون لهم حرمة. نعبر عن غضبنا، نعم، نعبر عن ألمنا، نعم، بالضوابط الشرعية، بمنهج سيد البشرية، بأخلاق سيد الإنسانية الذي علم الدنيا الأدب، وعلم الدنيا الوفاء، وعلم الدنيا الأمانة، وعلم الدنيا العدل. ففي صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال: ما منعنا أن نشهد بدرا أنا وأبي حسين إلا أن المشركين قد أخذونا وقالوا لنا: أتريدون محمدا؟ قلنا: نعم. قال: فأخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه ألا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة بدر. قال حذيفة: فانطلقت أنا وأبي إلى النبي وأخبرته بما قلت للمشركين وبما قاله المشركون. اسمع ماذا قال الأمين الذي علم الدنيا الأمانة والوفاء. قال لحذيفة وأبي: انصرفا، لا تشهدا معنا المعركة. لماذا؟ فقال: بأبي وأمي
نفي من الوفاء، نفي للمشركين بعهدهم، ونستعين الله عليهم. بل لقد روى النسائي بسند صحيح بشواهده أنه صلى الله عليه وسلم قد أهدر دم نفر من المشركين في مكة الذين أساءوا للإسلام بل ولشخصه الكريم صلى الله عليه وسلم. وفجأة يرى واحدا من هؤلاء أمام عينيه وبين يديه، وعثمان بن عفان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: بايعه يا رسول الله، بايعه، هذا مهدر الدم، هذا يجب أن يقتل. فأعرض النبي عنه، فقال عثمان: بايعه يا رسول الله. فأعرض النبي عنه، فقال عثمان: بايعه يا رسول الله. فمد النبي يده فبايعه. فلما انصرف التفت النبي إلى أصحابه وغاضب وقال: أليس فيكم رجل رشيد يراني قد كففت عن بيعته ثلاثا ليقوم إليه ليقتله؟ فقالوا: والله ما علمنا ذلك يا رسول الله، يعني لو علمنا أنك تريد قتله لقتلناه. اسمع، هل أومأت إلينا بعينك؟ يعني هل أعطيتنا إشارة بعينك؟ فقال الوفي: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين، ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين، حتى الخيانة بالنظرة يحرمها. فهو الوفي الذي علم الدنيا الوفاء، المؤدب والمؤدب الذي علم الدنيا الأدب، والإنسان الذي علم الإنسانية حقيقة الإنسانية، الذي زكاه ربه بالرحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكنت أود أن أبين لأولئك رحمته بالحيوان، بالمرأة، بالعصاة، بالمشركين، بالمذنبين، بالجمادات، بالحيوانات، فضلا عن رحمتي بالمؤمنين. إنه رحمة مهداه، لو عرفوه لأجلوه، لو عرفوه لقدروه. ولذا فواجبنا في نقاط أيها الأحباب: أولا، أن نحقق نحن الإيمان به ابتداء. فأنا أرى أننا قصرنا مرتين، قصرنا مرة في البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصرنا مرة في الشهادة له شهادة خلقية عملية على أرض الواقع. فيجب علينا أن نحقق الإيمان به، والإيمان به إقرار اللسان بنبوته، وتصديق القلب برسالته، وانقياد الجوارح لطاعته والتزام شريعته واتباع سنته. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. طاعته فيما أمر، والانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. طاعته صلى الله عليه وسلم، الانتهاء عن كل ما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم،
تصديقه في كل ما بلغ عن الله جل وعلا. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالوا: تكتب كل شيء عن رسول الله ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ قال: فأمسكت عن الكتابة ثم ذكرت ذلك لرسول الله، فقال لي رسول الله: أكتب، وأشار إلى فيه الطاهر المبارك وقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق، صلى الله عليه وسلم. فهل نصدق رسول الله في كل ما بلغنا عن الله؟ محبة النبي أكثر من حبنا لأموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا بل وأنفسنا. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية البخاري من حديث عمر: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. قال: الآن يا عمر، أي قد كمل وتم إيمانك يا عمر. وهنا أزيل إشكالا عند بعض أحبابنا يعجبون كيف غير عمر بن الخطاب حكمه في هذه اللحظات السريعة. يقول الحافظ ابن حجر نقلا عن الإمام الخطابي: حب الإنسان نفسه طبع جبلة، وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب. وما طلب النبي من عمر حب الطبع، إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه، وإنما أراد النبي من عمر حب الاختيار بتوسط الأسباب. فلما نظر عمر في الأسباب فوجد النبي سبب نجاته من النار، قال حينئذ: لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله، فلولاه لكان في النار، ولولاه ما عرفنا الواحد القهار، ولا وحدنا العزيز الغفار. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. كذلك من واجبنا نحوه ومن حقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نتبعه. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أين أخلاق النبي في الأمة؟ أين أخلاق النبي فينا؟ إن كنت تريد أن تنصر النبي حقا فتخلق بأخلاقه، امتثل أمره واجتنب نهيه، وقف عند حده واتبع سنته، وانصر شريعته وحولها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، وحول سيرته وأخلاقه في حياتك إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. انصر دعوته بالدعوة إلى دينه. أطالب شبابنا الآن ألا يسبوا وألا يشتموا وألا يتطاولوا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، بل ترجم حديثا، ترجم موقفا من السيرة، موقفا من أخلاقه، وضعه على شبكة الإنترنت بكل لغات الأرض. فلازلنا إلى هذه اللحظة لم نعرف أهل الأرض بمحمد بن عبد الله، فلنعرف هؤلاء به. ترجموا فقرات من الخلق العظيم والسيرة العاطرة والحياة الطاهرة واتركوها، وستعمل عملها في العقول والقلوب ولو بعد حين. أخاطب شبابنا
أن يخاطب الغرب وغير المسلمين بلغة مهذبة مؤدبة راقية بمنهج صاحب الخلق العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما أساء لأحد قط، بل والله ما أساء لمن أساء إليه قط، فلنتخلق بأخلاقه، وهذا من أعظم وأجل صور النصرة له صلى الله عليه وسلم. ثم الدعوة، اطبع كتابا باللغة الإنجليزية، ترجم شريطا باللغة الإنجليزية، ترجم فقرة من كتاب بالفرنسية بالألمانية بالعبرية بغيرها من لغات الأرض، ليتعرف أهل الأرض على محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا جل وعلا يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول شيخ ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباع النبي حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة، وهو القائل بأبي وأمي وروحي، كما في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رسول الله يأمرك يا محب، رسول الله يأمرك يا محبة، بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. فأعرض الكثيرون منا عن التكليف والتخفيف والتشريف. بلغ عنه صلى الله عليه وسلم، ارفع نفس الراية التي رفعها، وسر على ذات الطريق الذي سار عليه صلى الله عليه وسلم. ثم لا تنسى أيها الحبيب أن تجتمع أنت وأسرتك، أنت وأولادك، على فصول من السيرة، لتتعرف أنت على سيرتي وهديه، أو أن تسمع عالما من علمائنا في دروسه في السيرة، أنت وأسرتك، لتتعرف من جديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا أن تكثروا من الصلاة والسلام عليه، فهذا دليل الحب أيضا، وقد أمرنا ربنا بذلك: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى كل من سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. وفي مسند أحمد بسند صحيح من حديث أوس بن أوس أنه قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بلي جسدك؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وفي سنن الترمذي بسند حسن صحيح قال أبي بن كعب: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال النبي: ما شئت. فقال أبي: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. فقال أبي: الثلث. فقال النبي: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. فقال أبي: النصف. فقال النبي: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. فقال أبي: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. فقال النبي: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. فأكثر من الصلاة والسلام على حبيبك صلى الله عليه وسلم، واشهد له من اليوم شهادة خلقية عملية على أرض الواقع بالبذل والإنتاج والعمل والعطاء والتحرك لنصرة دينه،
واشهد له شهادة دعوية بالبلاغ عنه بكل لغات الأرض إن استطعت لتنال شرف الانتساب إليه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمني وإياكم شرف نصرته وشرف التخلق بأخلاقه وشرف البلاغ عنه وشرف الدعوة لدينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيضا نريد موقفا واضحا من حكام المسلمين والحكومات الإسلامية. لا ينبغي أبدا أن يساء إلى رمز الطهر ودرة تاج الجنس البشري كله دون أن نسمع دعوة لجميع حكام المسلمين ولجميع الدول العربية والإسلامية من غير العربية لمؤتمر جامع. أيضا إذا حدثت مشكلة هنا أو هناك يجتمع حكام المسلمين، شيء جميل، أسأل الله أن يزيدهم توفيقا وهدى ورشادا، لكن ينال من رمز الطهر ودرة تاج الجنس البشري ولا نرى وقفة ترد على هذه البذاءة والإساءة؟ هذا لا يليق، لا يليق بقدر نبينا صلى الله عليه وسلم. ونخشى ردة فعل المسلمين المتعاطفين المحبين، نخشى منها. والله الذي لا إله غيره قد لا يستطيع عالم، ولو كان المسلمون يحبون أن يطفئ هذه النار التي يؤججها هؤلاء السفهاء، فنرجو أن تكون حكومات المسلمين على مستوى الحدث. ثم اسمحوا لي أن أختم اللقاء بالتحذير الشديد من فتنة طائفية تريد حفنة مخرفة من أقباط المهجر أن يشعلوا نيرانها في مصر هنا. هذه الحفنة القليلة من أقباط المهجر حاولت طيلة العامين الماضيين بكل السبل أن تشعل نار الفتنة الطائفية على أرض مصر، فلم يفلحوا، بفضل الله أولا ثم بفضل الحكماء والعقلاء من المسلمين والأقباط. أقولها لله، وقد تابعت بتركيز وعناية البيان الصادر عن الكنيسة، فسمعت كلاما عاقلا متعقلا ينكر بكل وضوح هذا السفه وهذا الخبل وهذه البذاءة والإساءة. وسمعت كثيرا من رموز الأقباط ينكرون هذا الفعل الشنيع والإساءة الوقحة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه القلة من أقباط المهجر في أمريكا تريد أن تشعل نار فتنة طائفية في مصر. أحذر أولادنا وأحذر شبابنا، ولازلت أذكر بأنه لا يجوز لنا أبدا أن نسيء للأقباط الذين يعيشون معنا على أرض مصر من أهل ذمتنا، ولا ينبغي أن يغضب أحد من هذا المسمى. قال النووي: أهل الذمة أي أهل الحق أي أهل العهد أي أهل الحرمة. قال صلى الله عليه وسلم:
ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. فيا من خرجت لتدافع عن حبيبك المصطفى، أتحب أن يكون المصطفى حجيجك يوم القيامة؟ هل تقدر على ذلك؟ والله لا يقدر على ذلك أحد. فأنا أحذر شبابنا من الإساءة إلى أقباط مصر، هذه حفنة قليلة ولا زالت وستظل تريد أن تشعل نار الفتنة في بلدنا. لا يريدون لمصر أبدا أن تستقر وأن تبدأ خطواتها على طريق الخير والعز إن شاء الله. فاحذروا هذه الحرب وانتبهوا لها جيدا، ولا تسمحوا لهؤلاء أن يشعلوا نارها في بلدنا أبدا. وأرجو أيضا من الأقباط أن ينتبهوا لهذا وأن يحافظوا على هذا النسيج، وأن يعلموا أن مصر سفينة يركبها المسلمون والأقباط، إن غرقت غرق المسلمون والأقباط، وإن نجت نجا المسلمون والأقباط. إسلامنا لا يلزمنا أن نكره أحدا على الدخول في ديننا أبدا، بعد الدعوة والبلاغ بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة. لا يلزمنا إسلامنا أن نكره أحدا على الدخول في ديننا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا إكراه في الدين، بعد الدعوة والبلاغ بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة المهذبة. فيجب علينا جميعا أن نحافظ على بلدنا، وأن نحافظ على مقدراته ومكتسباته، وأن نكون على وعي كامل وبصيرة حادة بتلك المؤامرة الحقيرة الخطيرة التي تريد أن تشعل بلدنا وأن تمزق العلاقة بين المسلمين والأقباط. وقد عاش الأقباط في ظلال الإسلام وبين أكناف المسلمين 14 قرنا في أمن وأمان وسلم وسلام، بل لما أسر أهل الذمة من اليهود والنصارى في حرب التتار، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ليفك الأسرى من أمير التتار قطلو شاه، فقال له قطلو شاه وكان يقدر شيخ الإسلام: نعم أفك لك أسرى المسلمين. فقال ابن تيمية: أسرى أهل ذمتنا قبل أسرى أهل ملتنا. ففك له أسرى أهل الذمة مع أسرى أهل الملة. هذه كلمات مهمة أردت أن أختم بها اللقاء حتى لا تنسى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، اللهم اجز عنا نبينا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم وكما آمنا به ولم نره لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم أوردنا حوضه الأصفى واسقنا منه يا ربي بيده صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إني أسألك أن تجعل مصر أمنا أمانا.
سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان ومن نعمة الرخاء والاستقرار. اللهم انزل عليها من رحماتك واستخرج لها من بركاتك. اللهم إني أسألك أن توفق جميع ولاة أمورنا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة التي تحضهم على الخير وتدلهم عليه يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تحقن دماء أهلنا في سوريا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم ارحم ضعفهم. اللهم اجبر كسرهم. اللهم استر عوراتهم. اللهم استر نساءهم. اللهم فرج كربهم. اللهم تولى أمرهم. اللهم أحسن خلاصهم. اللهم فك أسرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.